خلونا الأول أرحب بسيادة النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك أستاذ يوسف وبجمهورك الكريم. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام. يعني في بلاد يبقى الزيادة السكانية فيها ثروة، وفي بلاد الزيادة السكانية فيها بتبقى عبء أو خطورة، وده بيعتمد على الخصائص السكانية، صح؟ بالضبط، تمام، حلو قوي، اتفق مع حضرتك تماما. كيف يرى الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ رقم 105 مليون نسمة؟ لا طبعا أنا أرى تحدي كبير، وأرى أن الزيادة السكانية اللي احنا بنشهدها حاليا هي أهم تحدي بيواجه الشعب المصري على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي على جميع المستويات. وده يستلزم مننا جميعا كحكومة وكشعب ان احنا نبدأ نتخذ الإجراءات اللازمة لوقف معدل الزيادة السكانية بهذه الصورة. وإلا لو استمر معدل الزيادة السكانية بهذه الصورة فاحنا هنوصل 128 مليون نسمة في 2030 و 183 مليون نسمة في 2050. الله، وده رقم كبير جدا جدا أوي. طيب ده رقم يلتهم أي معدل للتنمية وأي معدل للنمو. بالتأكيد. احنا بنشتغل طول الوقت او مصر بتشتغل طول الوقت على تطوير وتنمية خصائص السكان فيها بحيث يتحول هذا العدد الى نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. لكن وانا بشتغل على ده، ما انا في النهاية خالص برضو ليا حدود. ايه النسبة الامنة للزيادة السكانية؟ احنا دلوقتي بنزيد 2.6، وصححني ارجوك يا سيادة النائب لو انا غلطان، بنزيد 2.6 كل سنة، 2.6 مليون. طب ايه الرقم المناسب والامن بحيث النمو الاقتصادي اللي بحققه يبقى انعكاسه واضح على مجمل السكان، التنمية اللي بحققها ينعم بيها كل السكان؟ احنا نتمنى ان احنا نوصل طبعا ل 1.2 1.3. احنا شهدنا في الثمانينات من سنة 80 ل 85 أعلى معدل الزيادة السكانية كان وصل لحوالي 2.6، وده استلزم أن الدولة المصرية في هذا الوقت انتبهت لهذا الموضوع وتم إنشاء مجلس قومي للسكان وكانت تبعيته لرئيس الجمهورية مباشرة. أوكي. وفعلا بدأ يمارس دوره وبدأ يمارس صلاحياته، ونتج عن كده انخفاض ملحوظ في معدل الزيادة السكانية من سنة 90 ل 95 وصل إلى ما دون 2%، وصل لحوالي 1.9. لكن للأسف الإرادة السياسية لم تستمر والمجلس القومي السكاني لم يستمر دوره بهذا هذه الكفاءة، ورجعت الزيادة تاني تدريجيا علشان توصل 2.6، وطبعا ده رقم كبير جدا. طب نعمل إيه؟ الحقيقة لا نقدر نعمل كثير. يعني حاليا طبعا كلنا نلمس ان في إرادة سياسية قوية لحل هذه المشكلة. صح. وخلينا نبص للموضوع بشكل أكبر وبصورة أوسع. احنا مش بنتكلم مجرد على تنظيم أسرة، إنما احنا بنتكلم على تنمية الأسرة المصرية. تحسين الخصائص السكانية. وعلشان كده احنا في لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ كنا تصدينا لهذا الموضوع، وكنا تبنينا دراسة خاصة بالنمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية تزامنت مع إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في 2022. علشان نقدر نحقق المستهدف اللي احنا عايزينه احنا محتاجين 4 عوامل أساسية. أولا إرادة سياسية قوية، وأنا أعتقد أن احنا نمتلك هذه الإرادة السياسية حاليا. ثانيا لازم يكون عندنا سياسات سكانية واضحة بأهداف محددة عشان نقدر نقيس أداء كل المؤسسات التي ستعمل بهذا الشأن.
ثالث حاجه لازم يكون عندنا اطار مؤسسي واضح وهيكل واضح وله صلاحيات. حاليا بيعمل في مجال تنظيم الاسر اكثر من 22 جهه. ولا يمكن ابدا باي صوره من الصور ان احنا نحقق التنسيق بين ال 22 جهه دول. وبالتالي الفاعليه بتاعه كل هذه الجهات دون المستوى. علشان كده احنا اقترحنا في لجنه الصحه والسكان مجلس الشيوخ انشاء مجلس اعلى لتنميه الاسره المصريه وتكون تبعيته مباشره لرئيس الجمهوريه. علشان هذا المجلس يكون له الصلاحيات اللي يقدر من خلالها يحقق مستهدفاته. واخيرا ان يكون طبعا في تمويل نقدر من خلاله ان احنا نحقق اهداف. اذا توفر لدينا الاربع عوامل دول مع استدامتها نقدر ان شاء الله ان احنا نحقق المستهدف مش فقط تنظيم الاسره والنزول بمعدلات الزياده السكانيه ولكن بتحقيق تنميه للاسره المصريه وتحسين الخصائص السكانيه. طب معلش دكتور سؤال كمان يعني. تمويل علشان استخدمه في الايه؟ انا عايز الفلوس علشان تحل اني مشكله. لا انا عايز فلوس عشان احل مشاكل كتير. زي يعني خليني اتكلم في قطاع الصحه. انا محتاج توفير وسائل لتنظيم الاسره. ووسائل ومش مجرد وسائل تقليديه، لا انا محتاج مثلا وسائل حديثه، يعني الحالات دلوقتي بقى في تطور في وسائل تنظيم الاسره وبقت اكثر كلفه. محتاج ازود المنافذ الحكوميه وعيادات تنظيم الاسره. يعني احنا حاليا كان عندنا في 2019 حوالي 5400 وحده وعياده، زادوا اكثر من 7000. لا محتاج ازود اكثر من كده. محتاج احفز الاطباء ان هم يعملوا في مجال طب الاسره، في مجال تنظيم الاسره. محتاج ازود عدد رائدات الريفيات، ودول ليهم دور كبير جدا 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 في التواصل مع السيدات الريف والقرى. ده عندي يا دكتور بقى اهم بصراحه من ان انا احط فلوس كتير على مساله الوسائل دي. ليه؟ وصححني لو انا غلطان. اللي مش عاوز الوسيله مش هيشتريها يا دكتور، ولو ببلاش مش هيستخدمها، لانه بمنتهى البساطه ما عندوش الوعي الكافي اللي بيقول الناس بتخلف وهي عندها ظن، وانا ارى هذا الظن كارثي ولازم نغيره. هنغيره ازاي بقى؟ حضراتكم ادرى مني الف مره. دول بيخلفوا متصورين ان ده بيساعدهم على المعايش مش العكس. هو مش قادر يستوعب ان الخلفه الكتير بترهقه ماديا، ده متصور ان الخلفه الكتير بتساعده ماديا، فهو حط العربية قدام الحصان. أنا أتفق مع حضرتك تماما، وما زال هذا الفكر موجود حاليا في قرى مصر، سواء في الصعيد أو في الوجه البحري، وما زال كثير من الأسر بتنجم الأطفال عشان يشتغلوا وهم أطفال ويبقوا مصدر دخل للأسرة. وعلشان كده هنا برضو ضروري ان احنا نحد من عمليه الاطفال، وتكون العقوبات رادعه للتسرب من التعليم وعمليه الاطفال. ده هيحد بشكل كبير من هذه الظاهره. صحيح، وده اهم حاجه. واتفق مع حضرتك في اللي حضرتك قلته ان الرائدات الريفيات لهم دور كبير جدا. قوي. لان هم اللي بيدخلوا البيوت. صح. هم اللي بيقعدوا على المصطبه مع السيدات جوه البيوت ويحكوا معاهم. ويقدروا يفهموهم، وهم دول السيدات في الريف وفي القرى بيقبلوا منهم الكلام. مظبوط 100% 100% بيقبلوا منهم الكلام. يعني المسألة مسألة وعي. خليني الأول أشكر سيادة النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.